رانيا تهدي ابنتها الأميرة إيمان تاجها الماسي لمناسبة زواجها، تصميمه الرائع يلفت الأنظار. ارتدته الملكة 3 مرات فقط، لم يتم الإعلان أو الكشف عن مصمم وصانعه، ومن المتوقع أن ترتديه الأميرة إيمان يوم زفافها. برضو نعلمهم كيف يهتموا بالطبيعة، احنا بنحبنا بالطبيعة، حبوا يشتغلوا بإيديهم بس طبعا هي طبعا. لا تزال الأغنية التي قدمتها الملكة رانيا العبد الله لابنتها الأميرة إيمان لمناسبة قرب زواجها، والتي غنتها الفنانة اللبنانية إليسا وكتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان خوري، تحظى باهتمام كبير من قبل المتابعين. وكان لافتا لكثير منهم التاج الماسي الذي ظهرت الأميرة إيمان ترتديه في إحدى اللقطات التي تضمنها الفيديو الخاص بالأغنية، والذي شاركته الملكة رانيا على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستغرام. وأطلت الأميرة إيمان في مقطع الفيديو بالتاج الماسي الملكي المزين بزهور الماسية، والذي تعود ملكيته لوالدتها الملكة رانيا. والتقطت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني الصورة الرسمية الأولى لها بالتاج الملكي الماسي بمناسبة اقتراب موعد زفافها من خطيبها السيد جميل ألكسندر تريميوتس. ويعد التاج الذي أطلت به الأميرة إيمان أحد التيجان الملكية التي تمتلكه الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، والذي ارتدته 3 مرات فقط في حياتها. ومن المتوقع أن ترتدي الأميرة إيمان تاج والدتها الماسي في حفل زفافها على جميل ألكسندر تريميوتس في 12 مارس الجاري. يشار إلى أنه كانت ارتدت الملكة رانيا تاج هذا الماسي عدة مرات في العام 2001، ثم لم يتم رؤيته منذ ذلك الحين، إذ من المتوقع بأنها أهدته لابنتها الأميرة الحسناء إيمان منذ ذلك الوقت. وفي نوفمبر 2001 ارتدت الملكة رانيا تاجها الماسي أول مرة في مأدبة رسمية رائعة استضافتها الملكة ودوق أدنبرا في قاعة سان جورج في قلعة وينسر في اليوم الأول من زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة في العام 2001. أنت أميرة اسم عالم سما. وبعد يومين ارتدت الملكة رانيا التاج الماسي مرة أخرى في مأدبة العودة التي أقامها الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا للملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة المالكة البريطانية في سبنسر هاوس في لندن. كما ارتدت الملكة رانيا التاج الماسي لصورة بورتري في العام 2001، وكانت آخر مرة شهدت فيه علناً، إذ من المتوقع بأنها أهدته لابنتها الأميرة الشابة إيمان منذ ذلك الحين. ويتكون تاج الملكة رانيا من أزهار ألماس موضوعة في إطار ماسي مثلثي صلب ملفوف حول الرأس، وهو دليل على أن القطعة كانت في الأصل عقداً. ولم يتم الإعلان أو الكشف عن مصمم وصانع هذا التاج الملكي الرائع،